الحمد لله احسن من قبل، بس اكو ان شاء الله تعالى، بس يعني هاي مال الطيارات مال الدواعش اعتبر بس قليله ان شاء الله. الحمد لله. يعني اي تعبر على هذا اللي كمر بحي الوحده. انت تقصد الطيارات المسيره؟ المسيره نعم. اي نعم. اي مسيره. اي وين وقعت اخر مره؟ والله اخر مره قالوا حي الوحده وسب. اي انه وقعت. اي وقعت والحمد لله ان شاء الله. مستشفى. خنساء في منطقة هاي السيم سكر هاي السكر وقعد قد ايش قد هذه وقعد؟ اسبوع قبل اسبوع صار اضرار بالمواقع والله اضرار يمكن بعدية بس سبع اشخاص جرحى ان شاء الله تعرف شويه الاشياء اللي يقول لك العافيه العافيه بالدرجات الله كريم ان شاء الله بس احسن من قبل الحمد لله الحمد لله الحمد لله نشكر حتى القوات الامنيه تشوفوها بالشارع منتشره طبعا منتشره وتمارس واجبها ان شاء الله موجودين ليل مع نهار الحمد لله الحمد لله ماكو خروقات صارت يعني سرقه محلات سرقه دول والله اكو ضعاف انفس بس لكن ان شاء الله يمسكوهم ويخلوهم ان شاء الله تعرف يعني صارت حالات سرقه؟ صارت تصير بالمحلات والله اشياء بتدور انا بالمحلات ما اعرف انا ما عندي محل اهل المحلات يعرفون زين هاي الدور مسكونه لو فارغه؟ لا فارغه هي المسكونه ما يقدروا يشوفوهم نعم حالات معينه من ناحيه الامنيه يعني عندك ملاحظه او شيء؟ والله الحمد لله ما عندي ملاحظه ان شاء الله يعني هسه حاليا تشكون من طيارات المسيرات؟ المسيرات اي والله واكو كم شيء ضعيف نفس ما اخش ما يعني ما اخش اوادم نعم. بس ان شاء الله تتلافى على شو الامور ان شاء الله كلها ان شاء الله الوضع الامني كله زين الحمد لله زين. بس الخدمات شويه يعني الماي الحلو الكهرباء اي نعم هاي شويه يعني تصير اكو خروقات بالمنطقه مالتك يعني سرقه ما سرقه دور محلات منطقتي لا الحمد لله لا تشوفون القوات الامنيه منتشره بالشارع والله يمنا قليله بالصديق بيا منطقه صديق يوم شقق الحدباء صديق شقق الحدباء ايه قوات امنيه يعني نشوفهم يعني بس يعني ما 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 يعني عددهم قليل مكاتب عددهم قليل نعم ما يكفي نعم ما يكفي المنطقه ايه. عندكم مشاكل بالمنطقه ما عندنا كل شيء لا الحمد لله ابد طيارات مسيره شيء لا ما لا ما شلون الحركه يعني والله الحمد لله والشكر فضل من الله الحمد لله زين الحمد لله يعني سبحان والله اكو حركه قويه اكو حركه ايه والله للسته تقريبا 6:30 للمغرب زين انت صاحب محل بالصبح اي نعم تزاول عملك بامان تحس بامان الحمد لله والشكر حاليا موجود القوات الامنيه وحس بامان عادي الحمد لله المحلات بهاي المنطقه يعني امس ما عاد صار حاله سرقه او شيء لا هنا بهاي المنطقه ماكو لا طيارات مسيره وغيرها والله اجتني قبل فتره يعني طياره واحده والقوات الامنيه ضربوها انا ضربت بدايه المستشفى بس الحمد لله ما حد تاذى بها شو تطلبون من القوات الامنيه؟ والله القوات الامنيه ما نطلب منهم اي شيء الحمد لله والشكر ما دام الجو يحررونا احنا نشكرهم وبالنسبه بس شغله الخدمات هاي شغله المي والكهرباء المي اهم شيء اهم من الكهرباء شلون الوضع الامني بمنطقتك؟ والله زين الوضع الامني اشوف القوات الامنيه زين منتشره؟ ايه ماكو لا زين انت شباب تلتقون بيناتكم؟ ايه امس ما عدت اليوم من اصدقائك بيت انسراق محل انسراق لا والله انا ماكو يعني ما سمعت ما صارت لا والله الحمد لله خير ماكو كل شيء والله بس ماي ماكوش كهرب ماكوش شوارع نصها مقطعة الحمد لله الشغل رجعوا نفس ما كان والله مرة بالعالم القوات الامنية منتشرة بالمنطقة؟ بالسكرية منتشرة بس بالحد باقي حد بالمزارع جوا والله ماكوش يعني ما حد يفوت لنا هم انفتوا علينا بس الجيش ويومين ثلاث ايام وبعدين انقطعوا بعد ما يفوتون زين اكو خلايا نائمة داعش وتم والله اذا اكو يعني شيء اكيد احنا نبلغ بس هسه حاليا يعني ماكوش كلهم راحوا ونزموا شو تشوف استجابه القوات الامنيه تبليغات المواطنين على الخلايا النائمه داعش؟ يمسكوهم يعني اكو استجابه من القوات الامنيه؟ ايه اكو شيء استجابه سريعه؟ ايه بشكل سريعة ايه بشكل ايه بشكل خروقات امنيه من ما صارت يعني شو سجل الحالة؟ شلون؟ يعني مثلا قصف او شيء هنا؟ ماكوش والله ماكوش لا فضل رب العالمين. على سرقه محلات بالدور ماكوش؟ لا ماكوش ابد ماكوش مستحيل. حسيت انت من تتفتح المطعم مال كافتريا مالته ايه ما
ماخذ راحتك والزبائن إيه. مرتاحين ماكوش الزبائن مرتاحه والعالم عاد تاكل وعاد تروح وتجي شغله طبيعيه يعني. شو الوضع الامني بالجانب الايسر؟ والله الجانب الايسر مليح يعني بصوره عامه مليح كامل ماكو لا بس طيران من قارب المناطق القريبه عن وحي السامعه ذوك يعني مو زينين داذبون علينا طائرات مسيره اول باح هناك وقعد رمانه قبل كم يوم أيه؟ وقعد رمانه هناك بالطياره والسياره صارت اصابه بين المواطنين والله صابت يعني ناس جرحى والله صارت بس الحمد لله سايل كم يوم ماكو كل شيء ما حركت السوق شلون انت والله حركت السوق محل مو صاحب اي صاحب محل حركت السوق شلون والله الحركه مع السوق حيل مليحه زين اسعار المواد الغذائيه هسه هذا اللي وراك خلفك هذا كيس الطحين حسام هذا الحسام ب 24000 كم كيلو هذا 50 كيلو ايش قد 24000 24000 اي ولا اسعار التمن شلون اسعار التمن هذا المائده ب 29000 الياله ب 33 يعني صار حيل مناسب يعني مو مثل قبل بشكل مو مثل قبل يعني اسعار فرد كره نازله يعني نزلت عن قبل نزلت وين يعني احسن من قبل شهر قبل اسبوعين نزلت هي عاد تنزل هسه شوي شوي قاعد تنزل المواد يعني تعرف من بعد القوات الامنيه للموصل وان شاء الله يحررون الساحل الايمن فرد كريت تنزل يعني غادي ما نقول غير الله يعينهم لذاك الجانب الايمن بس يعني نطالب من القوات الامنيه بتحرير يعني تعجل التحرير من هذاك الجانب والله الحمد لله كل شيء متوفر امام موجود يعني ما نحتاج كل شيء الالف الحمد لله والشكر كل شيء متوفر وموجود غذائيه موجوده مواد موجود كله على انزل ان شاء الله بس نطالب بتحرير هذاك الجانب ان شاء الله ان شاء الله هسا الوضع الامني بالجانب الايسر زين والله الحمد لله فضل من الله كل شيء بخير موجوده كلها بالشارع وتعاملهم كلش زين ما يأذون احد فضل من الله سمعت اكو حالات حرق للدور للمحلات لا قبل الجهاز غير نظامي والله كل شيء ماكو كل شيء ماكو امان ما شاء الله وعايشين الحمد لله زين المواطنين دي جابوا القوات الامنيه على تبليغ عن خلايا النائمه والله يجاوبون اي يعني يجاوبون اي مدى استجابة القوات الامنية لتبليغات المواطنين موجودة يعني يجاوبون يجاوبون موجودة بشكل سريع يعني يجاوبون اي يعني لو يشوفون موجودة يروحون يبلغون قبل ويجون القوات الامنية ياخذوهم وكل شيء الحمد لله امان ماكو شيء صار لنا كم يوم كل شيء ماكو الحمد لله فضل من الله شنو اسمك؟ محمد محمد بيا صف انت؟ صف ثالث ابتدائي؟ تروح المدرسة؟ شارع امان؟ والله كل شيء الحمد لله يعني الوضع الامني زين الحمد لله فضل الله الحمد لله والشكر من تطلع من المدرسه تلعب ويا اصدقائك بالشارع الحمد لله ماخذ حريتك الحمد لله انت تفرح من تشوف قوات امنيه بالشارع عراقيه الحمد تفرح تسلم عليهم يسلمون عليك ما ايش قالوا لي بلا ما تقول لنا نحن قلبنا نسلم عليكم عافية. شنو تتمنى يصير بالجانب الايسر من حياة من هذه شلون يعني انت يا ولد شنو الهواية اللي تفضلها انت رياضة تحب الرياضة متحرر بالكامل الايمن يتحرر بالكامل الحمد لله ان شاء الله عم قريب يتحرر بالكامل ان شاء الله ما سعر الجاسوس والله اسعار 14 جيليكان 20 لتر 20 لتر 14 انت شوفك انت قاعد بالشارع هسه اي والله يعني مأمن الوضع الامني زين بالجانب والله حيز زين ما شاء الله تيجي سياره هذا اني مسيره ما ادري شنو بس ما تذى احد الحمد لله الحمد لله مال تشوف قوات امنيه منتشره القوات الامنيه ومتعاونه ويانا وحيز زين ما شاء الله متعاونه وياكم القوات اي والله واحنا متعاونين وياهم متعاونين وياهم اذا اكو خلايا نائمه ايه لداعش تبلغون عنها والله نبلغ عنها كلها تبلغ مدى استجابه القوات الامنيه تبليغاتكم والله يستجابون قبل على الفور يعني استجابه سريعه حيل اي والله حركت السوق شلون هسه والله حيز زين ما شاء الله زين حيل بس لو تشوي رواتب تنفتح بالزايد رواتب اي والله تحتاج بس شويه رواتب الرعايه الاجتماعيه والله الناس متقاعدين المتقاعدين ما انقطعت رواتب بس الموظفين لو بس يستلمون يعني حتى الشغل حيل يصير فول اي والله عندك توصيات او ملاحظات للقوات الامنيه والله يريد بس انهم بس يعني الخلايا النايمه اكود ان يقطعونها من العرج
واذا ما يصير تعاون من المواطنين والقوات والله صحيح راح تتاخر العمليه والله والله دحين كلهم ان شاء الله راح ينتبهوا والله الكل التعاون المواطن لانه مع القوات الامنيه لانه هو هسه جاي بصوره اسرع هسه هو جاي راح يقتلنا كلنا احنا كنا صرنا سوا هسه هو يجي يقتل الكل يعني ما يقتل واحد معين اما كذا الكل راح يقتلها سوى لا يصير تعاون وان شاء الله احنا نريد من شويه الخدمات امشي الخدمات تعال شوف انت الشوارع علي شوف النفايات ايش كثرها لو بس شو النفايات كل شيء مريض والمي والكهرباء هاي اهم شيء ممنونين منكم ونشكر الموصليه لان هي 24 ساعه قلب الحدث ونشكركم انتم انتم من قوات امنيه بل متقدم انتم موجودين بكل مكان موجودين نشكركم احنا شكرا جزيلا على راسي حياكم الله.